السلام عليكم، صباح الخير عليكم اختي وخواتاتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ اليوم غادي نديكم تمشيو معايا واحد الشويه نديرو السبور كلنا. اليوم اليوم الاربع 9 مارس 2022، والجو تبارك الله كي داير زوين غير ديال المشي. سلام يا سلام. كنت مسافرة وجيت لبست على هاد التي فيلاج لي زوين بزاف، واحد الفيلاج زوين بين الجبال. هذا واحد الواد صغير كيدوز هنا، او الشارع على هاد الجهة الأخرى. فيلاج صغير متواضع، فيه الناس ببساطة، واحد البارك فاش كتحسن الجو من حولهم، وهاداك البطاط الحاولة. هاكا باش تشوفو الماء عندو زوينة،
كل شيء خدام، ما كاينش ناس بزاف. الديار اللي كاينين فوق الوادي، يعجبوني انا البلايص هكا. شي بحال البلاد، بحال عندنا في البلاد فن.
هذا فيلاج صغير في ليغو حدا مونبلييه. بعيد على مونبلييه ب 40 دقيقة 30 دقيقة. فيلاج زوين كالم لا ترونكيليتي، مي فيه غير ناس بوفغية زعما المساكن، النص ديال المساكن النص ديال الناس اللي لاباس عليهم. نشوف هاد الشي باش ما تقولوش فرنسا فرنسا. شوفوا الناس مساكن. غادي ندير لكم واحد لا فيديو في لو سونتر في لو سونتر فيل، تشوفوا البلاد حسن من هنا صراحه. الناس مساكن اللي عايشين هنا في الواد ديالهم، هذا المنظر هنا. كنت فايتة طلعت لهيه، طلعنا بالرجل هنا حتى لهنا حتى لهنا الفوق هنايا. تبارك الله، هذا واد صغيرة ماشي شي واد زعما، الواد الكبير كاين في جهة أخرى. هنا هاد الفيلاج هذا كلشي عامر ماء، سبحان الله كيخرج الماء في لي غوشي في الحجار. اللفت كان مشي مزيان اليوم، راه بقيت كنصور. هادا قنطرة صغيرة، نمشي حتى لهي، معرفتش شنو كاين لهي. نمشي إلا كاينة الطريقة ندوز، مكايناش الطريقة نرجع. الصراحة هاد المنظر أنا عجبني، باقي الطريق ليه ما عارف نبقى نمشي حتى نحبس ونرجع. والله بحال بحال البلاد، البني ديالهم بحال ديال المغرب. اليوم 9
mars 2022. الأربعاء اليوم الأربعاء 9 مارس 2022. الفيلاج هذا فيلاج صغير ولكن زوين، فيه لوكال بزاف. ماشي داكشي ديال لي سونتر فيل فاش كاين الهراج، لكن فاش تنفس كلشي مبني وكلشي هنا نو، هنا بزاف ديال لي سباس كاع عندهم. هنا واحد النهار هاد الجهة هادي واحد البلاصة ما عمري عرفت انا واش كاينة في فرنسا هادشي اللي كيديرو، واحد النهار غادي نهضر ليكم عليه. هنا واحد البلاصة كيعطوها للناس اللي مساكن، كيعطوها للناس هاد البلاصة هادي، كيعطوها للناس اللي مساكن بحال الا قلتي باش يبقاو يديرو الجرادي فيهم. ما عمري عرفت انا واش كاين هادشي في فرنسا. هادشي كاع كلها الفوق هنا نمشي باش ندخل عندهم، على حقاش خص يكون شي واحد اللي عنده الجردة باش ندخل لداخل. شوف البني ديالهم، بني قديم 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 ولكن زوين. الواد حداهم كاينين الديور اللي كاينين على هاد الواد هدا، بقا تشرب قهوة تشوف الما كيمشي. الصراحة زوين، قال لي راسي نتقاسم معكم هاد الصباح هكا. نورمالمون راه كنجري ما كنمشيش هكا، ولكن حيت بغيت نصور ما يمكنش نجري ونصور. شوفوا لهي هذيك الجهه، شتو دو بابا راه دخلت طلعنا حتى لهنا 10 كيلومتر حتى الفوق هنا. هنا دخلنا الفوق طلعنا حتى الفوق، كاين فيه واحد ستاتيو ديالهم هنا راه كيبان لكم يمكن تماك، زعما كيمشيو الناس ماشي كيزوروه، زعما خصك تمشي لتماك. كنت كنمشي هاد البطاط هادو كيعومو. هاد البلاصة هادي اللي بغا يخرج لي شيان ديالهم، كيخرجو الكلاب ديالهم باش يدورو ويلعبو. وهاد البطاط هادي ما يمكنش، ما خصكش تعطيهم الماكلة، مبقاش يقدي وقع لهم شي حاجة. شوف سبحان الله بانيين على الواد. هنا غادي نمشي على حقاش ما عارفاش الطريق بزاف، غادي نمشي نشوف فاش غتخرجني الطريق. وهنا هذيك الجردة اللي قلت لكم، هنا ماشي كل واحد كيدخل، ولا عندك لاكلي ولا عندك شي حاجة كتدخل. الناس كيحرتو، كل واحد كيعطيو له شويه ديال الارض وكيخلص 8000 ريال الشهر ولا 9000 ريال العام، سي كل شهر تبارك الله. الشهر هنا عندهم معروف عندهم الكرموز، واحد الحوايج كاع معاهم.
عندهم كل شيء، عندهم الرمان، الكرموس، هذا الشيء ديال الفواكه، كل شيء كيصدق هنايا يعني، لحقاش الجو عندهم مزيان، ما سخونش ما باردش. وفي كاين الماء ها اللي طلعنا فيه، نسيت سميتها، هنا طلعنا حتى لهاد البلاصه هادي، اللي بغا يدير السبور كيطلع 10 كيلومتر. كنطلعو من التحت، واحد السيدة اللي كدير سبور قالت لي كان ندير لو تروك، مشيت معاها، صراحة منظر فن زوين. شوفي الفيلاج كي داير، الجو فن فن فن. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، اليوم غادي نمشيو معايا، نمشيو شوية نديرو لا مارش ديال الصباح، ولا غنبداو واحد لاغيديا زوينة. بغيت نديرو ديريكت و جاري با، ما شي با ريوسي باش ندير فيديو ديريكت، لا كنديرها هكا.